السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سلم سعد. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 28 بعض المفاهيم الجديدة التي سوف نقوم بتطبيقها عن الـ VI Editor وهو محرر النصوص. وهذه الحلقة الثالثة من الـ VI Editor، وسوف نقول في الرموز المتقدمة بعض الشيء إن شاء الله. في البداية قبل أن نبدأ الحلقة وقبل أن نبدأ جميع المفاهيم أيضا والتعرف عليهم، نحب أن نبدأ في مقدمة أو مقولة جميلة. شكرا لك لأنك تحاول أن تتعلم وتبذل جهد لكي تذهب نحو العلم والمستقبل، فأصفق لك وشكرا. وأيضا سوف نتشارك معكم مقال من فوربس الشرق الأوسط إن شاء الله، ونحن أيضا تعرفنا على المصدر من خلال تطبيق نوت. تطبيق نوت لنتعرف عن أيقونته أو رمز التطبيق، هذا هو التطبيق متواجد في متجر بلاي. الآن نذهب إلى المفاهيم DW Delete Word و CW Delete Word and Insert Mode. أي DW يقوم بحذف الكلمة فقط، و CW يقوم بحذف الكلمة ودخول إلى Insert Mode أو الإدخال أو وضع الكتابة. الآن ننتقل إلى Success في وسط السطر ونقوم بنقر Shift. أولا أعتقد ليس Shift D، كما تشاهدون هنا قمنا بكتابة D صغيرة. عند أن نقر على W يقوم بحذف الكلمة، عند أن نقر على CW يحذف الأوف وندخل إلى Insert Mode. وهذا الأمر بماذا يفيد CW؟ أولا CW يساعدنا أو يفيدنا في استبدال الكلمة التي نرغب في حذفها. مثلا قمنا في الخطأ من كتابة for، هنا نقوم بالنقر على CW ونكتب مثلا 2 وهكذا. هذا هو أمر CW وفي هذا الوضع يفيد. الآن DW لا تدخل إلى Insert Mode أو وضع الإدخال، أندو للرجوع كما تعلم. G هنا كابيتال أو حرف كبير انتبه لها. Join to one، ماذا يعني؟ هنا ننصحكم أن تقوموا في تطبيقه لكي تتعلموا ما يعني join two lines أو دخول في سطرين. أولا نقوم في تطبيقه الآن هنا قبل success. أولا shift وجي، كما تشاهدون يقوم بدمج الأسطر أو دمج سطرين مع بعض. وهنا الآن سوف نقوم في تطبيقه ونحن متواجدون في نهاية السطر. لماذا؟ لأن نتعلم لماذا. الآن جي شفت جي يقوم أيضا من دمج سطرين. ولماذا قمنا بعمل هذه العملية؟ الأولى كانت في وسط السطر والثانية في نهاية السطر، لكي تظهر لا يوجد فرق عندما تقوم في تطبيقه في وسط الأسطر، في وسط السطر أو في نهاية السطر أو أيضا في بادئ السطر. الآن لنعود إندو ونقوم بتطبيقه في بادئ السطر. Shift G أيضا لا يوجد أي فرق والناتج نفس القيمة. الآن إندو نقوم في الذهاب إلى التعلم Search and Delete It هنا للحذف. أولا للأمر الحذف نقوم في كتابة نقطتين وثم S وثم Slash و Slash هنا، وهنا أيضا نقوم في كتابة مثلا كلمة صوم. هنا شاهد الS في الكابيتال أو حرف كبير، ويجب أن تقوم في كتابته بشكل كبير SOME. الآن قام في البحث عليه، بعد إنتر قمنا بحذف الكلمة. الآن لنود من البحث إلى كلمة أخرى، نقوم في كتابة الأمر مثلا كلمة on، كما تشاهدوا قبل debian on is shift on.
لم ينقلنا إلى كلمة دون هنا. لماذا؟ عند أن نقرأ عليه يقوم بحذف هذه الكلمة كما تسألون لماذا لم يقلنا إلى هذه الكلمة. لننتقل إلى هذه الكلمة نقر إنتر أو نقر شيفت كما تشاهدون هنا، وثم نقوم بالنقر أون للبحث عن الكلمة المنفصلة، وهنا أون. الآن نقوم بكتابة نقطتين S و سلاش و أون. الآن كما تشاهدون قام في البحث عليها. نقوم في البحث عن الكلمة الأخيرة وهي كلمة ASY، أو نقوم في البحث مثلا لكلمة أخرى WAT أسهل لنا، نقطتين S و سلاش WAT. لم يقوم في البحث إلى الكلمة وهي في بالي أو في مقدمة السطرين. تعلمنا في كتابة سلاش و WAT. الآن قامت في البحث عليها وقامت في العثور عليها. الآن نقوم في كتابة نقطتين S slash WAT. الآن نبحث لنبحث عن الأرقام وهي في نهاية السطر S slash 27. الآن كما تشاهدون لم نبحث إليه، نذهب slash 27. الآن slash قام بالبحث عليه. الآن نقوم بكتابة النقطتين وثم S وثم سلاش وثم سلاش. الآن إنتر قام بحذفه، وهذا الأمر الأخير. الآن سوف نتعلم عن الرموز المتقدمة. لدينا الدولار move cursor to end of current line، يقوم بنقلنا إلى السطر النهائي، وهو السطر الحالي يقوم في نقلنا إلى نهاية السطر. same as end key أي لنقوم في تطبيقه ليتضح لنا الأمر. الآن نحن هنا قبل بيس نقوم في نقر شيفت وأربعة أو لاستخدام الدولار علامة الدولار كما تشاهدون. نقلنا إلى مانجر مانجرز، وهنا لم يأخذ الدوت أو النقطة كما تعلمنا، لأن هنا ال في اي لا يأخذها. insert كما ترون عندما نقوم في كتابة أيضا بعد المانجر نفسه. ولنرغب في الكتابة ننتقل عبر السهم أو عبر L كما تعلمنا رمز L، ننتقل عبر النقطة ونقوم في كتابة أي شيء. الآن لنوضح جميع الأوامر. الآن نحن هنا في مقدمة السطر its community أي في وسط السطر تقريبا، ونقل إلى علامة الدولار shape دولار يقوم بنقلنا إلى نهاية السطر، ولكن المؤشر ذهب إلى السطر الأسفل. لماذا؟ لأن هذا السطر تم W وذهبنا إلى نهاية السطر وهنا انتهى هذا السطر. الآن لنتعرف المنتشاتون هكذا سطرين مرتين، وأيضا عبر أن نقر مرتين كما تشاهدون باراجراف أو عبارة واحد. الآن أي لم يخطئ الأمر. لدينا الزيرو، ماذا تعمل؟ الصفر move cursor beginning of current line أي نذهب إلى مقدمة السطر عكس الأمر الدولار. same as home key نقوم في تطبيقه لنتعلم الصفر نقود كما تشاهدون. نقوم بنقلنا إلى مقدمة السطر نقود الدولار، نقلنا إلى نهاية السطر والصفر إلى مقدمة السطر. والآن تبقى لنا 3G كيف نقوم بإدخالها، و 3 jump to third line أي كيف نقفز إلى السطر الثالث. NG capital jumps to the
NTH line أي السطر الثالث، أو الـ N تعبر عن الـ number أي الرقم رقم. الآن نقوم بكتابة 3 كما تشاهدون هنا، فقط قمنا بالضغط عن زر 3 المتواجد في لوحة المفاتيح. وهنا G capital، انتبه لكم G capital وليس اسم G capital. الآن قمنا بالنقل أو بذهابنا إلى السطر الثالث. لماذا لم يحسب هذا السطر؟ وهو السطر قمنا بإتقان النصب فيه. هنا السطر الثالث لماذا؟ لأن هذا هو السطر الثاني يعتبر عن فراغ، وهو السطر الثاني، وهنا السطر الأول. أي السطر لا يعتبر إلا ليس شرطا إلا أن يكون نص أو يحتوي على نص. الآن نقوم في تطبيق الـ5G، ننتقل إلى السطر الخامس لنحسب 1 2 3 4 5. يجب نقل 5 و 8 جي كابلوك شيف جي. الآن كما تشاهدون تم نقلنا إلى السطر الخامس وهنا الفراغ. لماذا لم يحسب هذه؟ لأنها باراجراف واحدة أو عبارة واحدة. الآن تعلمنا هذا الأمر، لنذهب إلى DI3 ونشاهد الأمر الآخر Jump to first line. أي نذهب إلى السطر hello mean، نقوم بكتابة 1 وثم shift وجي. الآن انتقلنا إلى hello mean. والأمر الأخير لدينا shift جي jump to the last line. أي نذهب إلى السطر الأخير فقط بشيفت جي، نقوم في تطبيقه لنتأكد. الآن كما تشاهدون ذهبنا إلى السطر الأخير و 1G، ذهبنا إلى السطر الأول و 0 نذهب إلى مقدمة السطر، و الدولار نذهب إلى نهاية السطر، و الشيفت جي نذهب إلى نهاية السطر وهكذا. وأيضا الـ DW لحذف الكلمة و الـ CW لحذف الكلمة والدخول في الانسيارت. وهنا نستطيع كتابة، وللعودة نستطيع من النقل على U، وبعد أيضا نستطيع من إدخال هذه الأرقام مع بعضها مع بعض الأوامر، وسوف نتعرف عليها في الحلقة الرابعة إن شاء الله. أي نقوم باستخدام أوامر متقدمة أكثر إن شاء الله، واحترافية أكثر إن شاء الله. وكل هذا كان الفيديو اليوم، شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعة. وقبل أن ينتهي هذا الفيديو أحب أقول، نحن سنقول سلاسل كثيرة منها الصلاحيات في لينكس وأوامر الشبكات وغيرهم إن شاء الله. في النهاية شكرا لكم ولإعطائكم رأيكم في الحلقة، وأيضا لمشاركة سلسلة تعلم نظام لينكس. شكرا لكم.